بما اني وصلت البيت وما عندي حاجه وموضوع اللي نكفيهم انفتح، فتعالوا احكيكم قصه عن طالب جامعي اسمه محمد. محمد جت عليه فتره كل ما يرجع من الجامعه على البيت يلقى ولدين يلعبوا في الشارع ومن ملابسهم واضح ان حالتهم مره مو كويسه، فقرر انه يسالهم فين بيتكم، فين اهلكم، يعني يبى يعرف حالتهم، يبى يعرف ايش هرجتهم دول العيال. فوضحوا له ان هم دائما وجودهم هنا بسبب انه في ناس تمر عليهم وتعطيهم اللي في الخير، في ناس تعطيهم ملابس، في ناس تعطيهم اكل. فلزم عليهم محمد انه ابغى اشوف ابوكم، ودوه للبيت وشاف حالة البيت مرة، المهم وشاف ابوهم. ومحمد اخذ رقم الاب وصار يتواصل معهم من فترة لفترة، يسدد لهم الفواتير وكمان يجيب لهم اكل ويجيب لهم الاشياء اللي ناقصتهم. بعد مرور 5 شهور من العمل المتواصل اللي كان يقدمه لهم، مات محمد بحادث. وخلال فترة العزاء كان على جوال محمد يجي اتصال من رقم ويتكرر ده الرقم، يتكرر ده الرقم لما رد أبو محمد. في المتصل كان الرجال اللي كان متعود من محمد إنه دائما ما يقصر معاه، فقاعد يقول لمحمد شكلك نسيتنا هذا الشهر. قام أبو محمد يقول للرجال إنه أدعي الولدي بالرحمة. الرجال مرة تأثر، مرة تأثر، وقاعد يحكي أبو محمد بالأشياء اللي كان يسويها ولده. شعور أي أب في الوقت هذا حيكون إنه مبسوط إنه ولده قاعد يسوي هذه الأشياء وفادته حتى بعد مماته والناس قاعد تتكلم عنه بالخير. فكان رد أبو محمد للرجال إنه هذا الشيء حيكون مستمر حتى بعد وفاة ولدي، وأنا حاتكفل فيه وحيكون برضو صدقة جارية لولدي. الشاهد من القصة إنه فعل الخير دائما دائما له أثر يدوم في الدنيا وفي الآخرة. يعني مثلا دحين لو احنا جينا ودعنا فلوسنا في البنك، حلو، ما حتزيد الا لو زودنا عليها وما حتنقص الا لو نقصنا منها. عكس لو كان الايداع لوجه ربنا، لو تصدقنا لوجه الله حنلقى المقابل في الدنيا هذا شيء مفروغ منه، واما المقابل في الاخره اضعاف مضاعفه. فباذن الله باذن الله هذا الشيء اللي حنوصل له من حمله لنكفيهم، وحنكفي حاجه 6000 اسره. عارف انه احنا نتمنى الخير لبعض ونبغى الاجر لبعض ونبغى ما نشوف أي أحد محتاج في الدنيا، وهذا الشيء باين من كومنتاتكم دحين. بعد السنابة هذه بحط لكم الصورة اللي فيها رقم الحساب لحملة لنكفيهم للناس اللي تبغى تتبرع، وحاولوا تنشر الصورة دي في أرجاء الدنيا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين، بعطائك تسمو أيامك تزدان سنين. لا تسأل الأيام متى أبدأ بالتغيير، الآن الآن فخير الوقت الآن يحين.